الجريمة ديال اليوم. واحد السيد كان في الجيش، كان من الرتباء، كان راس كولونيل ديال العسكر، شد قعود مشى لبلادو، بلادو عنده فيها واحد الفيلمة ديالو، بلادو عنده فيلمة ديالو، ديال الزرع ديال الأشجار المثمرة، ديال الحواميض، خدام عنده الخدامة ديالو. من بداك الخدامة عنده واحد العساس قريب ليه شوية من لافامي، واحد العساس من العائلة ديالو، تما عنده الدار ديالو، عاطيه الدار ديالو، العساس الفيرما ديال العساس ديال الجيرون، هو اللي مقابليه شغالاتو، وداك السيد عايش بوليداتو ليه مع وليداتو، عنده واحد جوج وليدات، عنده جوج وليدات مع مراتو بنت ولد، وعايشين هانيين. مات مرض داك الملك ديال الفيرما، ديال مول البلاد كيما نقولو، ماتت مراتو، المرا ديالو ماتت، بقى عايش بوحدو، بقات مرض داك الجيرة، مرض داك العساس، نسميو العساس، مرض داك العساس تمد يد المساعدة، تتصبل ليه، تتقابلو، وخا مرة مرة تيجيو عندو وعائلتو من بعيد وداكشي، ولكن بقى هو عايش بوحدو، تصبل ليه، نهار الجمعة كسكسو، نهار كذا، والأمور غادا غادا مزيانة. وقعت واحد الجريمة ما بين داك العساس وداك الراجل. العساس تيقول، العساس تيقول، حيت هو الجاني، هو المجرم، هو دار الجريمة، تيقول أنا مرتي كانت تتخدم هاد الراجل لما مات مراتو، تتصبل ليه، تتهدد ليه، تتقابل ليه الدار، تطيب ليه، إلا بغا شي حاجة عشقها تدي ليه، تدي ليه، تدي ليه. في النهار تنكونو كاملين مجمعين، حنا أنا خدام ومرتي تما عندو في الدار، تكمل الشقة ديال دارها وتقابل ولادها، تمشي عندو تشوف شنو خاصو، تتكمل تتجي. وهاد السيد كان تيكلفني بعد المهام، تيسخر من المدينة، سير جيب هادي، سير جيب هادي، سير جيب هادي. من بعد بدا تيسخرني بعيد، تيقول لي شوف غادي نمشي نجيب واحد الدواء من طنجة ديال الزرع. من طنجة أنا هضرت مع السيدي، دخلت معاه تما وقال لي صيفط لي العساس ديالك، الراجل مكلف. تيقول لي تمشي لطنجة تنجيب لي داكسي. بعد ما تيصير تقول لي غنمشي لوجدة، تقول لي ودي السلعة كاينة هنايا، وتقول لي لا السيد صاحبي تما بوجدة، وبيني وبينو هضرة، وبينو كلا، وغادي نسلعة، وغادي الكاميو، وغادي غادي تمشي. بعد المرات تنبت تما، والصباع تنجي، عاطيه هو المركوب باش تي عاطيه واحد الشاحنة، وغادي يقول غنمشي لمراكش. بداتي يشير بيه، تيقول هذاك المجرم، بداتي داك العساس تيقول بدا تيشير بيا، تيشير بيه بعيد. تيبات في المهام اللي تيعطي، بعض المرات تيبات. دخلنا تيقول تخلي الشك، الحاجة اللي كنا تنجيبوها من 40 كيلومتر ولا تنضرب عليها أنا 200 300 كيلومتر، العفو شي حاجة واحد فيها، بدات تمشي بعيد. دخلوا الشك، وصلتو شي دقمقيمة، وصلتو شي ريحة، بدات الشكوكات. تيجي عند المرأة تيقول لها ما عادش مشيتي عندو اليوم، ما مشيتي عندو، تتقول ليه مشيت مع الصباح، تاش بقيتي تما، هو طيبت الغدا وجيت بحالاتي، إلا بات في بلاصة تقول لها البارح ما عادش خرجتي معندو، تقول لي مع الستة طيبتي الغدا وجيت عند ولادي، مع الستة جيتي، تقول لها إيه جيت مع الستة، لما عيطت التليفون مالك ما جاوبتيش، عندو التليفون فيكس في الدار، وإلا كان سخرت عندو جيت، راه كذا، والراجل يدير واحد لونكيط. هنا تنقول واحد الخرجة، الراجل تيشك في مراته ولا المراه تشك في راجلها، تيبقى يسول مراته شي اسئله بحال عاديه، هو راه تيبحث، المراه تعيق به علاش بغى يسول، والراجل مراته ما تتسولو حتى هو راه تعيق باش بغات تقول ليه، ولكن تيبقى داك الشيء مبهم بيناتهم. مثلا المراه تقول لك بقيتو في القهوه ولا بقيت مثلا دابا تعطلتو في القهوه، هي تضرب لنا أو من خرجتي ما جيتيش، لا جيتي وقلتي لا كليت راه معشي فين؟ كليت غير مع شي حاجة ما درت فين؟ هنا غير هنا كليتي، شنو تشيتو؟ ها كلينا كذا وهذا ما درت، شكون اللي كان معاك؟ ها مصطفى ودريس بوحدكم؟ ها بوحدنا، هاد القهوة هنا ولا في القهوة الأخرى اللي ليه؟ هي تتقلب لك زعما تتشوف وقتك شحال عندك الوقت، شحال مشيتي، شحال درتي ديال الساعة ولا كذا ولا هذه ولا هذه. تيدخل الشكوكات تيبقاو لك الاسئله من تحتها،
الرجل مراته تبقى يقول لمراته او داك حمام ولا علاش عامر؟ تقول لي ولقينا الحمام عامر، ما لقينا حتى فين بيسو كذا وكذا، لقيت سنا قدام الباب وكذا وكذا. عامر الحمام هذا تعطل في هذا الحمام، فين مشيتي اليوم؟ هو خاصك طهوه يقول فين مشيتي اليوم؟ ما جيتي بقى رد باله الحوايج، رد باله كذا، لما تيدخل الشك تولي حاجه خايبه، تلقى واحد الحراسه من تحتها، حرص عليا نحرص عليك، رد باك ما رد باك. شحال من مرة مشات ضحية ديال الشك، وشحال من راجل مشى ضحية ديال الشك، وما كاين والو، غتناو يعودوا بالله من الشك ما بين المرأة والراجل، غتيمرض في الراس، تيمرض. وهذاك السيد مرض براسو، مرض. تيسولها ما قد تيقول لها ما تبقيش تمشي عنده. الآخر غادي راه المعلم، يقول لها ما تمشي عندي، الله يعاونك شنو غادير عندي هنا. أو غادي يشد معاه حسيفة، ويقول لي شكيتي فيا. مرت كانت تصبن وانا تنخلصها وتنعاونها حتى هي وتعاونك انت تصب ليا، وهي اللي تاخذ التدابير نهار الاول، ما تقول تطيب ليا وشنو شنو شنو وقع شنو وقع، غيدخل مشاكل. واحد النهار قال غندير واحد الامتحان حسب ما تيقول هو، قال واه غادي ندير شي ندير شي خطه لهاد خينا نعرف واش كاين شي علاقه بينه وبين المراه. خلات واحد المره قال لي غادي تمشي تصبر ونمشي لتطوان، غادي نمشي سلعه ديال الفلاح. قال لي واخا. قال لي المعلم راه تطوار وتعرف دابا هي مشتا وكذا، راه قد نبات تما وكذا وهذا. قال لي واه بات حسن، بات تما وصباح شارجي ودير 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 ودير. قال لي واخا. المعلم زاد عطاه فافير ديالي شارجي السلعه اللي بات تما حتى الصباح ويشارجي السلعه. الاخر زاد دخلوا تشك مزيان ما مشاش، مشى خبر كامل في واحد الجهه وخلى اللي ارتطح وجا مسلس للدار بعد فيها الماء مظلمة، دخل من جهة لجهة لجهة، مشى طلع على دارو، جيبلو لي غير الدراري ناعسين، دخل للدار عند ما لقاش المرا، حتى على واحد الجنوية ديالو، ومشى لعند عند مول فيها الماء، عند المعلم ديالو، هو يدق عليه، دق دق، شكون هو يحل عليه. لاباس بخير صحة لاباس. قال لي مرتي عندك؟ قال لي إيه. فلانة راجلك جا. قال شتا درت تما؟ شباقا تدير؟ لا غا كملت شي شغل راه باقا تما في داك البيت ديالي تنجمع البيت وهذا وطاطا بيت النعاس. غادي شوف خويا ديك اللبسة اللي لابس ديال النعاس نوافي مزيان. شافو صفار تيقول هو في السن تيعاود، شافو ديك يدي تيتراعدو. قال لي يلا يلا تمشي يلا. قال لي ماك ما مشيتيش ولا؟ قال لي كاميون بان كتخدم فيه راه عند واحد ميكانيسيان كذا وكذا، يلا سير بيها خرجي انتيا. خرج مراته بقى غادي هو وياها، الاخر سد بابه دخل للدار. قال لي قولي ليا قولي ليا قولي صح، ما عندك ما تخبي الليل وانت بيت الناس راه بغيتش ندخل عليك عاد تلبسي حوايجك ونوليو شدي نطلق لك. قولي ليا صارحيني باش اللي كاين قولي ليا. تيقول هو قالت لي انا هادشي اللي عطا الله، انا النهار بدا معايا وشدني وقال لي ما بغيتيش نخرج راجلك من الخدمه تمشي فحالكم تلقي الدار وانا كذا وانا هادي وانا ما بغيتش نتزوج عليك انت وانا كنت نبغيك من وقتك فلان فلاني وانا كذا وانا كذا. قلت له عطا الله عطا الله صافي. غتصبك؟ قالت لي ايه. لا صافي كاين مشكل. قال انا جاي. خرج هي من خرج تبعاتو المراه بقات تشوفو يدخل عندو، دق عليه هو دق على داك السيد ودخل عندو وجبد موس ديك الجنويه وبدا تيقتل فيه. بعد وقفو تيقول هو جلسوا جلس بينك وبين المرأة. قال لي والو. قال لي اش بينك وبين المرأة؟ راه قالت لي كل شيء المرأة. قالت لي لا قالت لك شي حاجة كذبت عليه. قال لي قالت لي المرأة لا كنت هنا في الفراش كذا كذا طا 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 ها هما باقيين لا لا بقاتي كفص فيه مسكين تيكفص فيه في الآخر هو يهجم عليه هو يقتلو قتلو وبقى تيضرب فيه. المرأة طلعت سمعت الهضرة ديالهم والخوت يضرب فيه كذا ما كذا رجعت لدارها وهربعت خلت الدري وهربعت هربات من تما هربات مشات عند لها وقالت لهم راه قتلوا راه تيضربوا بالموس راه كذا راه كذا علموا الدرك الملكي علموا هادي علموا كذا مشاو علموا
تيغوتو تيزو قالوا المقدم قالوا القايد قالوا داكشي هو تا هو ضرب السيد جمع وسدت مشى هرب. جاو في الليل الدراك تلقاو الراجل ميت مضروب عده طعانات مقتول والمراه معاهم مخبيه مع الدراك. اسيدي انا شتو جا انا كنت نسقى عندو جا خرجني من التنسقه قال لي اش تديري دابا قلت له تصوبي العشاء جهزني شتو هزمو سمعتو سمعتو تدخلت سمعتو ضرب في السيد السيد تيغوت انا خفتو انا تهمني خفتو رجع ليا وهربتو هذا وهذا. وتيقلبوا هاد السيد تما الدراك ما هنا لهنا اطلع الصباح عرفوا الاتجاه ديالو عرفوا فين مشى عرفوا فين داز مسقور مشى عند واحد صاحبو عرفوا تيمشي عند داك صاحبو وصاحبو ساكن واحد 20 كيلومتر بعيدة من تما وصلوا عليه تما مع الناس راه شفتو في الليل راه شاف راه داز راه الناس شفنا ليز راه كذا وصلوا عليه شدوه جابوه تيقول لهم هاد القصة هادي. المرأة تقول في الهضرة ديالها في المحضر ديالها أنا راني بريئة راه ما درتلي حتى شي حاجة راه والو ما درت والو انا تنصور راجل العشاء هو مشى سافر من جا لقاني تما قال لي مراش تدير قال لي يلاه صوبت العشاء ولا تنصوب العشاء ولا تجمع لي تجمع بيتي شدني داني للدار لقيتي حاسبي تنقول انا بالله وبالشهر ما بيني وبين والو ما بيني وبين والو ما بيني وبين والو هز الموس ومشى لي. ربما المراه تكذب ربما المراه تكذب جابك حتى الدار وتطحن فيه اللي ما بينك وبينك والو وهزموش ورجع ليه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. ربما المراه خلعها وقالت لي كل شيء وقالت لي الصراحه ولكن كما كان الحال بقى هو قاتل حجاج اللي ضده ضده القتل العمد مع سبق اصرار الترسول ضده وقتلو ولكن المراه حجاج اللي ضده ما كاينش الله هو اللي تيتهم هذه واش قالت لي اعترفت ليا هي تقول ما عمري اعترفت لي انا بهذا الشيء هذا ما اعترفتش ليه ظلم السيد وتعدى عليه وكذا 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 ودار ليه ودار ليه ودار ليه وبانه سيسرق وراه سرق علاش؟ لان ديك الخيله مقدا هذاك قال لا في شي مجوره تما وجاو لما جاو الدار لقاو حال شي مجوره وتيقول له علاش كنتي حول المجوره؟ ان كان بغى يسرق شي حاجه ربما سرق شي حاجه هو تيقول ما سرقش انا ما ديت لا فلوس لا والو انما لقاو عنده والو ولكن ديك المجوره محلولين داك الشيء بقات مبهمه وتيقول انا ما ديت والو شدتني ما عندي والو المجوره كان محلوله حلمت هو ولا حلمت هي راه براسي هي تقول انا هربت داك الظلام خليت ولادي وهربت عرفتو جاي ليا عرفتو غير رجع ليا بغى يسالي مع ذاك الغوات غير رجع ليا رجع باش يقتلني باش يصفيني عرفتو غيديرها. سي تقدم العداله مراه تقدمت معاه مراه وتلقى سراحوها هو التحكم المؤبد عطاه المؤبد. هنا السؤال المطروح اللي غنطرحوه هذا ضل نقولو واش داك الراجل بالصح الرجل بالصح بالصح هو كان يسافر به بعيد كما تيقول كما قال في المحضر ديالو تيصيفطو المهام بعيده يرجع للمراه هو واش المراه اعترفت ليه؟ المراه ما اعترفتش ليه او المراه اعترفت ليه بصح ديك الليله بانه قتل من اجل الشرف. هي تقول انا هربت لانه انا سولني وقلت ليه اسيدي ما بيني وبينه والو ما تندير والو غادي تظلم داك الراجل حشومه عليك ومشى الزم واش مشى ليه قتلو. اذا بقى كلشي في يد المراه ولكن المراه بقات ضاربه نكره تامه. هنا الواحد تيبقى يخمم تيقول واش اعترف ليه بصح ولا ما اعترفش شيء. تيقول هو خرج عندي راجل صفر وتيترعد وتيقول لها راجلك راه جا راجلك راه جا وتيترعد. علاش ما دخلتيش انت مشيتي عند مرت تشوفها واش لابسه ما لابساش بس تكمل البروف تكمل الحجه ديالك. لما قالك لك حز حز بلاتي مشي عند المراه شوفها في ذاك البيت باسكو دقيت عليه محل هي باقا بيت النعاس دخل بيت النعاس شوف حوايجها ولا ماشي حوايجها. السيد اللي خرج عندك بالشرط واحد الصوفيط ما سمع الدقه ربما بالشرط بالزربه شوف شوف هي في الكوزينه ماشي في الكوزينه لا انت هضرتي معاه الحديث كان في الباب فينا هي ها هي فينا هي خرج يلا معايا يلا يلا ديتي للدار وفي الدار وهذا الشيء هضر معاه واحد السجين صاحبي اللي عاود القصه وانا عارف القصه هذه وعاوده تيهضر معاه تيقول ليه في السجن راه قصص قصه عاودوها الناس وعاودوها الناس قبل مني ولكن في السجن داك السيد تيقول ليه تيهضر معاه تيقول ليه شنو عندك من بروف صاحبي وانت هضرتي معاه في الباب تيقول ليه تيترعد وصفر صاحبي تيدير هكا هكا تيغزل قدامي هكا عرفتو دارها صافي انت خممتي دارها ودا المراه ودا المراه المراه كون اعترفت ليه اعتراف تام كون قالت ليه دار ليا ودار ليا ودار ليا وفعل ليا ودار ليا ما تعترفت ليه بكل شيء راه كان صفيها هي الاولى علاش غيمشي يصفيها غير رجع لها هي ولا غيصفيها غيخليها هي حيه
كيفاش غيصفي؟ يصفي قتلو هو وخليها هي حيه، حيت زعما عندها ولادها، على هي بغي تلقاو غدا ان شاء الله السيد ميت، شنو غيقول؟ شنو غيقول؟ على البولي على الدرك الملكي شنو؟ ما عارفينش يبحثوا ولا راه يبحثوا، لقاو السيد ميت وانت اقرب اليه وانت كذا، غيلقاو المراه تولي تزرف معك حتى هي، لا خبات خصك تقتلها او كان خصو يقتلها هي الاولى عاد يمشي ليه. وبقات هذه القضيه مبهمه، القتل كاين، ذاك الاستاذ قتل المعلم ديالو كاين، تم الخيانه الزوجيه وتحريض المراه على الخيانه الزوجيه كاين، المراه نكره لان القاتل وقت فين تهرب، القاتل وقت فين تهرب، ما عندوش ما يثبت هو هذا الشيء، هذا ما كاينش شي حجاج ولا شي معايله بين المراه دايره، وهي شدتها بنكر تماما، تحكم هو كما قلنا بالمؤبد. تيقول لي واحد السيد وبقات عايشه تما، تيقول لي واحد السيد وتزوجات من بعد، تزوجات بقات مخلي عندها ولادها وتزوجات ومشى للمؤبد، وتيقول كلام وتقول كلام، هي تقول انا عمر داك السيد ما قاصني، ذاك الراجل يتصرف، الراجل تيقول راه قالت لي اعترفت ليا اللي على الدرك الملكي انه داروا محضر في هذه وهذه في هذه، ها اش تقول اش تقول، لكن القتل كاين، القتل كاين ما هو بين، قال لي التحقيق تيقول له هاد السيده راه اللي قالت لي انا صدقها، قال لي التحقيق، وش من حجه عنده ضدها الا بقات شاده هي في هذا الانكار ديالها، اش من حجه؟ مشات القضيه هكا. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظكم ويحفظنا من الشك، يحفظنا من الشك ونبعدوا على بعض الحوايج اللي غيمكن نتعليو بحال هاد الجريمه هادي. مرات طيب لواحد زوفري، مرات شي واحد عايش بوحدو دير فيه خير تبقى طيب ليه وتقاد ليه، كاين بزاف ديال الحالات بحال هكا. بنت واحد ولد الجيران مسكين ما عندوش مماثله تبقى تساعدو وتندير، بعض المرات تيقعوا شي مشاكل بحال هكا، لأن قالك إذا التقى رجل وامرأة في بيت لوحدهما بينهما الشيطان، الشيطان قد يدخل بيناتهم، قد يدخل ديك المرأة، قد ديك المرأة اللي ماتت يقد هاد المول فيلم هذا، يقد غواها مسكين بالفلوس، غواها بالتهديد، هي غير خدامة، شحال من الناس يستغلوا الخدامات، شحال من الناس يستغلوا الإيتيمات، شحال من الناس يستغلوا المشغلات ديال المشغلين عندهم اللي تيخدموا عندهم، شحال من الناس تيديروا الموظفات اللي معاهم، الكاتبات اللي عندهم، شحال من واحد يستغلوا الضعف والقهر والفقر، يستغلوا تيدوزوا لهذا المجال هذا، وكان المرأة ما تلقى كدير، كان المرأة مسكينة ما تلقى كدير، لا قلت لها خرجني من الخدمة، لا قلت لها اجمع معايا، كاين بزاف ديال النوع هضرت عليهم في واحد الحلقة سابقة. نتمنى من الله هاد الجريمة تفيدكم، وخليتكم على جناح السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.